يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على قارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 21، الإسكندرية 27 23، مطروح 28 23، بورسعيد 29 23، الإسماعيلية 31 22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 30-22، العريش 29-22، طابة 28-23، شرم الشيخ 33-26، الغردقة 33-26، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 35-24، أسوان 36-24، الوادي الجديد 35-22، حلايب 31-28، شلاتين 34-26، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.